يعني ما قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هناك ثلاث قواعد أساسية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساسا. نعم. وتندرج تحتها ثلاثة أخرى فرعية يعني مماثلة لها. مماثلة. نعم. أنا أريد أن أتصدى للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو أنت أو أي من المشاهدين والمشاهدين، أي مسلم، ماذا بما يجب أن يتصف أو كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أن أكون عالما بما آمر، عالما بما أنهى الأول. عالما في الأمر لا لا لا, 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 لا لأن كيف لا أكون عالما ثم آمر بشيء قد آمر بشيء لا لم يأمر الله به، لم يأذن به الله. صحيح. يبقى عالم بما آمر، عالم بما أنهى. وبعدين عاملا بما آمر، عاملا بما أنهى. وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه. صحيح. يعني لابد أن يكون هذا أنا قدوة. نعم. ثم رفيقا فيما آمر، رفيقا فيما أنهى. جميل. نفصل. نعم. هذه ثلاثة وثلاثة متداخلة. نعم. عالم. عالم بما آمر. عالم بما أنهى. وعالم بما أنهى. عامل بما آمر، عامل بما أنهى. صحيح. يكون عن منتهي. يعني. رفيق. رفيق فيما آمر، رفيق فيما أنهى. يعني أن يكون عالما عاملا رفيقا في الأمر والنهي. هذه الثلاثة. طيب. نعم. تعال للعالم. كيف أكون عالما بالأمر؟ يعني هناك حد أدنى من معرفتي بالعلوم الشرعية يجب أن يصل إليها كل مسلم. كل مسلم. يعني نستطيع أن نعطيها عنوان ما لا يسع المسلم جهله. نعم. يعني لا يجب أن يتدنى المسلم أو ينزل المسلم عن هذا المستوى. جميل. أضرب أمثلة. تفضل. يعني أنا عشان أكون مسلم إيه العلم اللي أنا مكلف به أعرفه شرعا؟ ما هو العلم؟ أنا لست مكلف شرعا بمعرفة جميع مصادر الشرع الإسلامي. لا لا لا، التفاصيل إنما هي مهمة العلماء والدعاة. وأترك الطب والهندسة وأدرس العلوم الشرعية. لا 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 لا, لا 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 لا، هذه لا تأخذ، لأن هذا هو الذي ينجيني يوم القيامة، يجب أن أعرفه بجوار الطب والهندسة والنبات والكيمياء وكذا. العلم يجب أن أعلم أحكام الطهارة، الاغتسال والوضوء والغسل من الجنابة، الاستنجاء. نعم. أحكام البول، أحكام الغائط، المرأة تعرف أحكام الحيض، أحكام النفاس، متى تصلي بعد الولادة، متى لا تصلي، وهكذا. يعني تمام. كثير من الأخوات قالت لها أمها أنها لا يجب أن تصلي بعد الولادة إلا بعد 40 يوم. صحيح. تطهرت بعد في الأسبوع الأول. نفسها. تقول لها أمها لا. أنت نفساء، لا تصلي ولا تصوم. طيب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقول لك صلي، ولا أمي قالت. فأنا عالم بما أمر. صح. فإذا هذه إحكام الإيه؟ الوضوء والطهارة. تمام. عامة. وبعدين يجب أن أعرف بما أتوضأ، أحكام المياه. الماء لا لون لا طعم لا رائحة، باستثناء ماء البحر، والطهور ماء والحل ميتته، دي أمور طبيعية يجب أن يعرفها أي إنسان. صحيح. تمام. ثم آتي لأحكام الوضوء، أركانه وسننه ومكروهاته ومبطلاته. لابد ان اعرفها، والا الوضوء باطل. صحيح. لانه يبنى عليه ايه؟ صلاه عباده. ثم تاتي الصلاه نفس القضيه، اركانها، سننها، مستحباتها، مكروهاتها، مبطلاتها، كيف اخذ الفوائد، سجود السهو، سجود التلاوه. الناس حتى الان تسال في كيفيه السجود. ما زلنا نسال عن نفس الاسئله، لكن لابد ان اقول ان هذا هو الحد الادنى الذي يجب ان امسك العلم من يديه. تعالى يا شيخ علمنا الفقه. فتح الله لك. فتح الله لك. وبعدين اجي في موضوع صيام رمضان، اعرف كيف هي، ما هي فرائض الاركان، اركان الصيام، ما هي مكروهاته، ما هي مبطلاته. هذا امر ما زال الناس يسالون، قطره العين وقطره الاذن وقطره الانف والحقنه الشرجيه والحقنه العضل وحقنه الوريد والجلوكوز والفركتوز ومش عارف. لابد ان يعرف. هذه في قضية أحكام الصيام، يلحقها بأحكام زكاة الفطر، عمن يخرج زكاة الفطر ولمن يخرجها. سبحان الله. ولمن يخرجها في رمضان، وهل ومن الأفضل أن يخرجها من أول رمضان ولا ينتظر حتى يأتي العيد، وهكذا. هذه في قضية الإيه؟ الصيام. قضية الزكاة، ما هي الأموال المزكى عليها؟ زكاة الزروع ما هي؟ زكاة القطعان الماشية ما هي؟ زكاة الذهب والفضة ما هو؟ زكاة الأسهم، زكاة السندات إذا كان عنده، زكاة الأموال السائلة، زكاة الدور المؤجرة، زكاة أصحاب المهن الحرة،
الطبيب والمحامي والمهندس الذي يدخل له الدخل يوميا كيف يزكي عن ماله؟ الركاز وزكاة الركاز كيف يزكي الماء الأرض التي تروى بالمطر والأرض التي تروى بآلة؟ ما زكاة هذه وما زكاة تلك؟ والله لصرنا فقهاء يا فضيلة الشيخ يعني. هذا هو الحد الأدنى. هذا هو الحد الأدنى. نعم. هنالك حد أعلى من هذا؟ هو العلوم التفصيلية يدخل في المذاهب الفقه المقارن والمذاهب التفصيلية ويبتدي الدقائق. وهذا هو المنوط به الأمر بالمعروف. بالضبط ويرجح مذهبا على مذهب وهكذا. أحكام الحج لما أذهب للحج ما الذي أجب أن أصنعه؟ ما هي مناسك الحج؟ ما هي مبطلاته؟ ها سبحان الله. أما قال له أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة لما قال له لبيك عن شبرمة. صحيح. يعني إذا هذه أحكام الحج. نفس القضية أحكام البيوع. أنا أرى أن كل دولة مسلمة يجب قبل أن تعطي رخصة للتاجر في البيوع يجب أن يدرس فقه البيوع على يد متخصص. جميل هذا. وإلا طبعا جميل. وإلا يعني لا 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 يعني ما هو حدود الحلال والحرام؟ كيف يزكي عن البضاعة الموجودة عنده المواد الخام؟ طب الأصول الثابتة لماذا ليس لها عليها زكاة؟ الأصول متداولة. لازم أن يدرس هذا. وياتي من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر في مرتبه اعلى من هذا بكثير. الامر بالمعروف والنهى عن المنكر دي مساله اخرى، مساله الايه العلماء والدعاء. تمام. يبقى اذا خاصه بهم لان مهمتهم يعني مثلا عبد الله هذا لا يستطيع ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر او اي شخص لا دي المعلومات التي تكون عندك حتى تامر وتنهى. لا يمتلك هذه المعلومات لا يامر ولا ينهى. ثم شروط، احنا خلاص تكلمنا عن ايه عن الادوات، تنتهي للشروط بقى. تمام. هو خلاص علم بالامر الذي يامر. طب تمام. يعني مثلا يقول ايه واحد يقول له والله انا هل يجوز لي ان اصلي 8 ركعات جماعه بعد رمضان مثلا؟ هو يفتير يقول له ما يا اخي كلها بركه صلي يا اخي. فابتدع شيئا في دين الله لم يأذن به الله. زي في ناس يقول لك احنا بس كل ليله الجمعه عايزين العائله تجتمع كده على خير يا سيدنا الشيخ ونصلي مع بعض. يا عم من قالك الكلام؟ احنا عايزين في ليله راس السنه نقيم صلاه عشان اهل المنكر. يا عم انت مالك انت باهل المنكر؟ مش مهمتك. فكل هذه الاختراعات هيجي اولادنا عندهم نسخه جديده من الدين. ما ينفعش. صحيح. هذه بدعه. هذه بدعه. دخلنا في البدع كده. دخلنا كل واحد ايه يضيف جزء يضيف جزء خلاص اصبحت مصيبه. فأن أكون عالما بما آمر. خلاص عاملا عاملا بما آمر. لازم الحسن البصري الله يرضى عليه في عبد من العبيد اللي كانوا يباعوا ويشتروا فجاله في أول يوم في رمضان في المسجد البصرة قال له حدثنا عن فضيلة العتق. قال له يعتق عبد يعني عسى سيدي يسمع أن يسمع فيعتقه. فلم يتكلم الحسن. ثاني يوم نفس القضية. ثالث يوم نفس القضية. خلاص سكت. يعني كنت شرعا تطلب من اخيك مطلب 3 مرات فقط شرعا. فان لم ينفذها وانت تعرف انه ينفذ كبر عليه 4 تكبيرات. الله اكبر. خلاص هو اخويا مات. طلبت منه مره واثنين وثلاثه وانا اعلم انه يستطيع متيقن. خلاص الغيه من حساباتك. الغيه يعني من مساله الدين جميل. الدين يريح الحياه. يعطيني يحد لك عشان ما بقاش رزل كل شويه كل ما خلاص. واضح انه مش لا يريد ان يقضيها لك. خلاص. فمر عام وجاء رمضان الذي يليه. وفي اول يوم في رمضان اذا بالحسن البصري يتكلم عن فضيله عتق العبيد. ما من سيد عنده من عبيد في المسجد الا واعتق مع من عنده. سبحان الله. فالعبد اقترب قال يا امام طلبت منك هذا منذ عام. قال كنت فقيرا فاغناني الله من فضله فاشتريت عبيدا فلما رايت فائدتهم لي اعتقتهم جميعا. فلما اعتقتهم تكلمت في القضيه فخرج الكلام صادقا من القلب فوصل الى قلوب الناس. يا سلام يا سلام. عاملا بما امر. يا سلام. عاملا بما امر. ما ينفعش اقول لك ايه ايه الاكل الكثير اللي تاكله ده يا اخي قلل شويه فين ثلث الطعام وانا عند الاكل يعني انسى من حولي يجيني الزهايمر وابتدي اكتسح ما امامي. ما ينفعش. ينفع. عاملا يعني عالم. قضية الاكل تحديدا لو طبقت لاستثنينا اناسا كثيرين جدا. الله يرضى عليك يا رب. صحيح يا رب. عاملا بما امر عاملا بما انهى. نعم. يعني ما ينفع يقول ايه والله اصل الغيبه حرام. طيب بارك الله فيك شكر الله لك. قول لاولاده الغيبه حرام لا تذكروا حد بسوء. المدرس الفلاني عمل معك ايه يا ولد؟ قول عمل كذا كذا. ولا حول ولا ده كذا وكذا لا حول ولا خلاص
انهى ما ايه انهى المساله ما اوصى به. اهم شيء بقى، اهم شرط